نحن نعيش في عالم غريب في وقت الحاضر، وأنا بعض الأحيان لا أعرف هل أنا الشخص أجلس أمامكم وأتكلم، أو أنا شخص آخر أو روبوت أو ماكينة أو إيه. إن البشر يغير كل شيء، غيرنا البيئة، كل ما خلق الله حوالينا، ولا نستطيع أن نعيش في طبيعة، نحن نعيش فقط في بيئة اصطناعية. حتى جسدنا اصطناعي، لا نستطيع أن نعيش بدون أدوية، مواد كيميائية، معدات وأطراف اصطناعية، ماكينات وأجهزة. هل نحن بشر فعلا؟ عندما نجلس أمام الكمبيوتر ونفتح الفيسبوك والسوشيال ميديا ونعطي عن أنفسنا تقرير معلومات، أي نعم، عندما أنت تبعث لايكينج وشيرينج وأنت تبعث رأيك، وهذا ما أرسلت إلى المجال الافتراضي. الألغوريتم في مجال الافتراضي يصنع منك التصميم، صورتك المصمم، وكل ما تعطيه معلومات أكثر عنك، الصورة المصمم أدق. ما ضروري الآن الاستخبارات يشتغلوا عليك، أنت تكتب تقرير عن نفسك كل يوم وتعطي معلومات أدق. لحد ما أنت تبعث المعلومات، لكن أنت توصل إلى نقطة عندما الصورة الخيالية المصممة من المجال الافتراضي سوف يعطي لك الأمور ويسود عليك. ليس أنت تسود عليه، هو يسود عليك. أنت لاحظت ممكن أنهم يبعثوا لك صفحات، ماذا تأكل، ماذا تشرب، ماذا تلبس، كيف أنت تصرف فلوسك، وكيف أنت تشكل رأيك السياسي، بأي اتجاه أنت تمشي، ماذا تتبع، هكذا. وأنت غيرت صفتك، أنت ليست نفس الشخص الذي جلس أمام الكمبيوتر زمان. يطرح السؤال لحد أي نقطة أنا إنسان الذي له الإرادة الحرة، ومنذ أي نقطة أنا تركت صفتي الإنسانية وأصبحت هومانويد روبوت. شوف سورة العمران 190، إن في خلق السماوات والأرض والاختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نقطتين، لحد أنت تتخذ الآيات من خلق الله سبحانه وتعالى، أنت بشر، أنت من أولي الألباب، أنت من الذين يعقلون الذين يفهمون. إن في خلق الله أنت تجد الآيات والهدى، هو المرشد العالم. لكن عندما غيرت اتجاهك وتمشي من براء الناس الذي هم يخلقونه، في خلق الله دائما في فتنة، وفتنة من الشيطان. إذا لو أنت من براء الآيات الخلق البشري، أنت تتبع الفتنة، وأنت ضحايا، وأنت نهيت كونك كإنسان، وانت هومانويد، وانت زومبي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.